وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت الأستاذة نور شهاب رئيس نيابة الأسرة والطفل أن إطلاق هذه الحملة الوطنية لحماية الأطفال بهدف توعية الأطفال لما يتعرضون له من استغلال وابتزاز في الفضاء الإلكتروني، وتوعية أولياء الأمور في كيفية التعامل مع الطفل والجاني. شهدنا اليوم حفل إطلاق الحملة الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، والتي تهدف لتحقيق العديد من الغايات الهامة، منها توعية الأطفال بما قد يتعرضون له من استغلال وابتزاز خلال استخدامهم للفضاء الإلكتروني، وتوعية أولياء الأمور كذلك بكيفية التعامل مع الطفل والجاني عند اكتشاف الواقعة، وحثهم على الإبلاغ في حال تعرض الطفل لمثل هذه الممارسات من أجل ملاحقة الجناة وتوقيع العقوبة عليهم، مع ضمان الخصوصية للأطفال والمبلغين. وبيشارك في هذه الحملة الوطنية التوعوية عدد الجهات، جميعها هي الجهات المعنية بالتعامل مع الطفل والأسر، فمن خلالها ستباشر الجهات المشاركة توعية الأطفال والأسر عن طريق عقد المحاضرات ونشر المنشورات التوعوية وغيرها من الفعاليات التي ستسهم في رفع وعي الأطفال وذويهم.